تعتبر ظاهرة التغيير الاجتماعي من أهم الظواهر الاجتماعية التي تشهدها المجتمع الأردني، متمثلة في توعية الأفراد بأهمية تبني القيم والأفكار والسلوكيات الإيجابية، لما لها من أثر عميق في ديناميكية التنمية التي تشهدها المجتمعات الإنسانية. فحالة التغيير الاجتماعي مستمرة. للشباب دور فاعل وإيجابي في إحداث تغييرات على المجتمع، فقد عول جلالة الملك على الشباب في إحداث تغييرات لهذا المجتمع من خلال أنه قام بزيارة الجامعة الأردنية وأكد على برنامج منبعث من صندوق الملك عبدالله الثاني باسم التمكين الديمقراطي، بحيث أن الشباب يساهم في نشاطاته وأفكاره بصورة ديمقراطية تساهم في تغيير في المجتمع من خلال أفكار هذه الشباب. فالشباب اليوم أكثر قوة وإمكانيات لإحداث التغيير الاجتماعي، لأنه يمتلك الوعي والمعرفة والطاقة والحيوية المتجددة والمتفجرة في تفاعله مع المتغيرات لإحداث التغيير في المجتمعات البشرية. الشباب بحاجة لدعم، مادي ومعنوي، بحاجة إنه لدعم مادي حتى إنه بيتواصل أكثر مع وبيتمكن الحصول على المعلومات والتكنولوجيا بشكل أسرع وأفضل، ودعم معنوي حتى يكون إنه أكثر مقدرة على إنه نحس إنه إحنا راح نصير أفضل وراح نكون أفضل إن شاء الله. نحتاجه من أول حياتنا كشباب إنه إنشائنا على القيادة أول إشي، يعني مش كله إلقاء خلاص درس وكذا امتحان، لا، إحنا لازم يكون عندنا أول إشي القيادة، ينمو عندنا هاي المهارة إنه يعني لقدام نقدر نقود مجتمع بكامله. طبعا هاي القيادة مش بس إنه بالمرحلة مثلا بالصفوف الأول ثاني ثالث، لا، ممكن ظل معنا لقدام، يعني بالتوجيه بالأول ثانوي بالجامعة عادي، يعني إنه يكون في مراكز قيادة للشباب بتجمعهم بتعلمهم القيادة المسؤولية، كل إشي ممكن يرفع بينا إنه نكون جيل بيقدر يقوم على هموم الوطن لقدام. ويعتقد العديد من علماء الاجتماع والتربية أن إتاحة الفرصة للشباب لعيشهم تجاربهم وتكوين خبراتهم لا يتطلب إلا تمكن هؤلاء من تحصيل المعارف والعلوم الضرورية والتعلم من أخطائهم واختياراتهم المعبرة عن وعيهم والتي تسعى إلى الوصول إلى التغيير الإيجابي المطلوب. سهر كريشان، برنامج من نوفينا.